عليكم أعزائنا المتابعين في قناة سؤال كل. في هذه الحلقة سنتعلم كيفية ترويض طائر الكروان أو الحبشي. كما تعرفون طائر الكروان طائر وحشي جدا وعنيد، ولكن قبل ترويضه يجب وضعه في قفص متوسط الحجم ووضعه في مكان مرتفع لمدة أسبوع حتى يستكشف المكان. والآن بعد أن أتممت هذه العملية سأبدأ في ترويضه. سأقوم بإخراجه من القفص. لإخراجه من القفص يجب إخراجه بواسطة القفاز لأن عضته قوية جدا. كما يمكنكم استخدام قفازات جلدية أو صوفية كهذه. كما ترون سأستخدم هذه القفازات لأمسك بالطائر. ها هو يبدأ بالأكل. سأقوم بإمساكه بالقفازات ومن ثم سنبدأ بترويضه. بطبيعة الحال طائر الكروان طائر يصعب ترويضه، ولكن عند ترويضه يصبح أليف جدا ولا يعرف العض ويصبح سهل التدريب. يمكنك تدريبه كل ما ترغب فيه. يمكنك تدريبه حتى على تقليد أصوات يعرفها. كما ترون أخرجته، وفي عملية التدريب يجب إبعاد القفص عنه. فطائر الكروان يعتبر القفص الخاص به بيته الخاص، لذلك إذا كنت ترغب بترويضه يجب إبعاد القفص، وإلا في كل محاولة إمساك أن تمسك به سيبدأ بالهرب إلى القفص، لذلك يجب إبعاده عن القفص. كما ترون ارتديت قفازات والآن سأحاول أن أمسك به وأربط على رأسه. كما ترون يحاول العض ويصرخ بشدة. والآن سأربط على رأسه جديد. إن طائر الكروان يحب أن يربط شخص ما على رأسه أو في أذنه. هذه النقطة الحمراء كما تلاحظون يحاول عضي بشراسة. الآن كل ما يجب عليك فعله هو أن تثبت له بأن يدك لن تؤذيه. وبعد هذه العملية استمر بهذه العملية لمدة ربع ساعة، ومن ثم يمكنك استخدام القفازات البلاستيكية أو يدك الأصلية. حسنا، كما ترون قمت بخلع القفازات والآن سأستخدم يدي. كما ترون أمسكت بالطائر. كما ترون سكت قليلا. من ثم سأحاول جعله يقف على يدي هكذا. بعد ذلك سأحاول أن أربط على رأسه بهدوء حتى لا نخيفه. سأحاول الصمت قليلا حتى لا أخيفه. والآن سأعيد أن أمسكه. كما ترون ربيت على رأسه. كما ترون لم يعد يتحرك. لقد أحب الأمر كثيرا. كما ترون لقد قام بعضي وبأديتي كما تلاحظون. سال قليلا من الدم ولكن لا بأس.
كما تلاحظون ها هو، وأيضا هنا. لكن لا بأس، كل ما يهم هو ترويضه، والآن سأحاول جعله يقف على يدي كما ترون. قمت بحمله ثم وضعته على يدي، وسأقوم بفعله هكذا حتى يتعود على الوقوف. كما تلاحظون، وفي كل محاولة وقوف له كانت جيدة. يستحسن إعطائه مكافأة يحبها، كمثلا حبوب دوار الشمس الزريعة أو الزوان البذور الخاصة بهم، كل ما يحب، ولكن يجب إعطاؤها له فقط في كمكافآت أو لعب يحبها. والآن يا أصدقاء، انتهت حلقتنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم كل جديد. إلى اللقاء.